إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أول مرة غنصور لكم في هذا أواخر 2021، غنصور لكم بداية سروح النحل على بعض الأزهار اللي كتبدأ في المنطقة. عندنا هذه الأزهار، هذه كلها واش كيقولوا لها، كاين اللي كيقول لها بوحمو، كاين اللي كيقول لها شريات، كاين شوفوا معايا سروح النحل مازال ما بداش يتفتح مزيان. ولكن النحل بدا كيسرح. هذا هو منشط رقم واحد للنحل بحكم الحضانة وكيخدم الشمع هاد النوع، هذا النحلة كتجمع حبوب لقاح. شوفوا كمية الحبوب لقاح، اللي عندها في رجلها. مشاو لواحد آخر، قلتلكم هذا عندي انا رقم واحد العام اللي كيكون بوحمو او كاين اللي كيقولو الشريات. النحل سبحانك الله العظيم كيكون نحل خدام سبحان الله العظيم. بعض النحل عطيتو الكانديو داكشي، ولكن نفضل يسرح يجيب حبوب لقاح. حبوب لقاح راه قليلة. شوف ما شاء الله، اخوان في الجزائر تاهما كيقولوا له بوحمو. غدا كي قلت لكم حنا في المغرب كيختلفوا، شي كيقول لك بوحمو، شي كيقول لك شريا. سبحان الله العظيم النحل نشيط. دابا راه درجة الحرارة اليوم راه كتوصل 20 درجة. مع ضربة الشتاء في هذا الأسبوع هذا سقطت الأمطار ما شاء الله، والنحل خدام طبيعة. مازال ما تفتحش مزيان، ولكن لا بأس لا بأس. شوف النحل مسكين هاد السنة راه كاين الجو سخون، ما كاين الساقع، ورانا الأزهار مازال ما كتفتحش تقريبا شهر. تشوف هاد الأزهار هادي، هاد الخير هكا نجيبو اقترب لكم اكثر. النحل سبحان الله العظيم كيشم ريحتي كيهرب. دابا هاد النحل هدا متخافش عليه، دابا غيبدا في الحضانة، ماجي فصل الربيع في شهر 3 و شهر 4 حتى يكون النحل خدام مزيان. شوفوا كمية النحل اللي كتسرح. الله العظيم كاين بعض الدول فيهم جفاف، وحتى في المغرب كاين بعض المناطق فيهم جفاف، ولكن هذه المنطقة سبحان الله العظيم دائما تسقط الأمطار. منطقة الأطلس دائما تكون شتاء. نقترب نمشي نحلها مزيان، خصني نقترب. شوفوا حبوب اللقاح اللي كتحمى.
نشوف سبحان الله المدخلات لهنا. إذا عجبتكم قناة عزيزة تربة النحل اشتركوا معي ومزيد من الفيديوهات. مازال نصوركم بعد كي قلت لكم هذا هو رقم واحد في فصل الربيع بوحمو رقم واحد في المنطقة. ملي كيكون العام بوحمو كيكون الفرخ ما شاء الله كتكون النحل كتفرخ بزاف. العام اللي ما كيكونش بوحمو كتكون ناقصة. هذا كنقول لكم أنا رقم صعب في المنطقة كيعرفوه نحالة. اللي عجبو كيفكم الفيديو اشترك معايا ومزيد من الفيديوهات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.